السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله عندنا كتاب المحادثة. طبعا كتاب المحادثة سواء إذا كان مرحلة أولى أو مرحلة ثانية نفس الطريقة. اليوم أنا إن شاء الله راح أعلمكم على طريقة قراءة هذه المادة. المادة طبعا سهلة وكلش حلوة وبها يعني أصوات. اللي ما عنده أصوات بس يراسلني إن شاء الله، أنا أدزل هي وأيضا أنزلهن على قناتي على التليجرام. ده تشوفون هذه يونت 1 How are things؟ تشوفونها get ready listen to speak listen and speak. أنا هذه الأمثلة وهذه التمارين هذا الكلام. راح أول نقطة تسويها وأهم نقطة هذه تبي يمي أهم نقطة تسويها شو تسوي؟ تروح على الأوديو سكريبت، تروح على الأوديو سكريبت هذا وين شوفه اللي هو بالنسبة للمرحلة الثانية صفحة 88. شوف هذا يونت 1، هذا المحادثة. جون مورنينج مايك مايك هاو او هذا جون واتس اب جون nothing much I'm just taking this back to the library how about you Mike oh You know, some all think. زين. هنا طبعاً هذه المحادثة احفظها حفظ. تحفظها حفظ وتسمعها ويعني لازم قراية مضبوطة ودقيقة مهمة جداً جداً مهمة. واضح؟ يعني تحفظها حفظ حفظ يعني. واضح؟ زين. بعد ما قريتها واستوعبتها ايش راح تسوي؟ راح ترجع على القطعة. على اليونت هذا يونت 1 رجعنا عليه راح هسه انا راح افتهم الكلام انا لما يسالني سؤال زين جواب منين اجيبه انا عرفت القطعه وعرفت هذه الاسئله شوف انا فور ايتش اكسبريشن رايت وان انا هسه مثلا هذه انا راح اسالك اسئله مثلا انا لسن تو ايتش كونفرسيشن اجين تيك رايت ذا اكسبريشنز ان ذا ان get ready to listen and speak what you hear زين هذه الاسئله هذه الاسئله الموجوده حلها موجود بنهايه الكتاب نهايه الكتاب answer key مفتاح الحل او الحل هذا الاولى هذا حلها موجود نجعله اي شوف اي شوف الكتاب هاي قائمة اي راح نجعل حل مالتين شوف انا هذا اي هذا رقم 2 يعني شنو يعني معناها الاوديو رقم 2 طبعا الاوديو مرتبات الصوت الاصوات مرتبه هذا رقم 2 هناك رقم 2 هسه انا هذا رقم 2 معناها المحادثه لازم تقرا المحادثه ترجع على الحلول راح نجعل الحلول نجعل الحلول شوف الاولى سي ثانية الأولى ثانية سي أي أربعة بي واضح راح نرجع على الحل نجي شوف الأولى هناك ايش حلها شوف هذه الأولى محلولة نجي على الثانية وإلى آخره واضح فأنت هنا بالنسبة لك على الحل هذا وتحلهن وتحفظ الجواب حفظ واضح لان اغلب الاساتذه يجيبونها نصا تحفظها حفظ هذا واجب وتكمل البقيه طبعا القطعه كل يونت بقطعتين يعني لازم تحفظهن وتحفظ التمارين لان هو هذا الكتاب عباره عن حفظ واضح واغلب المناهج حفظك باساتذه لها صراحه يجيبون شويه يعني افكار خارجيه بس الاغلبيه حفظ زين هذا الماده ايش تقرا اهم نقطه لازم تقرا القطعه قبل كل شيء واضح الاوديو سكريبت لازم تقراهم جدا مهمات هذه كل الموجودات تقراها اي يونت مطالب به لازم تقرا واضح اتمنى انه يعني فهمت طريقتي واي سؤال او استفسار انا حاضر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته